عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل معرض سيارات عبد الله في 30 شارع احمد رابل المهندسين، هنقل لكم العربيات الجديدة اللي موجودة هنا النهاردة بتاريخ 4/4/2021. أول عربية معانا هي رينو لوجان توب لاين 2021، ام جي 6 توب لاين 2021، فيات تيبو أول فئة هاتش باك 2021، نيسان كاشكاي فئة تانية 2021، تويوتا كرولا أول فئة 2021، تويوتا كرولا تاني فئة 2021، كيا سبورتاج 2021 الفئة الأولى، ستروين سي 3 إير كروس الفئة التانية، سوزوكي سويفت الفئة الأولى، هي طبعا هي بتبقى فئة واحدة سوري 2021 كاملة، نيسان صاني 2021، فيات تيبو هاتش باك الفئة الهاي لاين، تويوتا كرولا أول فئة، شيري تيجو 3 2021، سوزوكي فان 2021، تويوتا كرولا جي ار سبورت، اوبل جراند لاند موديل 2021 سوري، رينو داستر 2021 الفئة التالتة. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، شكرا ليكم ولدعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في فيديو جديد بعربيات جديدة موجودة في الساحة التانية.